طيب هرجع من الغربية للقاهرة مرة تانية. محكمة النزهة عاقبت المطربة شيمة بطلة كليب عندي ظروف بالحبس لمدة 2 سنين لإدانتها بالتحريض على الفسق. هو ده التهمة اللي يعني أدينت بيها هذه المطربة، ونشر فيديو خادش للحياء، وأيضا مخرج الفيديو عوقب بالحبس 2 سنين. وطبعا احنا يعني خدنا قرار مع فريق البرنامج بعدم يعني إذاعة على حضراتكم أي نوع من أنواع أو أي يعني حتة صغيرة من المقطع، لأنه خادش الحياء جدا يعني، مش أنا اللي هقول يعني، القضاء هو اللي قال، إنما هو كله إيحاءات، وما ينفعش إن أنا أذيعه في برنامج بيعرض من خلال شاشة قناة النهار على الأسرة المصرية من 8 ل 10 مساء، وقت ذروة في الايه في المشاهده التلفزيونيه. اللقطات دي بتصور المتهمه لما كانت موجوده في المحكمه، وعليها طبعا زحام شديد، ولابسه مغطيه نفسها يعني، متغطيه وشها وشعرها علشان تتجنب كاميرات الاعلام وكاميرات الصحافه، رغم ان الكليب كان ما فيهوش اي غطا يعني، فاهم، ومليان ايحاءات. على كل حال الموضوع ده يعني مش خاص بالست دي وبس، الموضوع ده تكرر لو تاخدوا بالكم على مدار السنين اللي فاتت، يعني بقى في زي ترند كده او في اتجاه عند بعض الناس ان هم يعملوا معرفش ما بيعرفش ومعرفش سيب ايدي وكده، ويقولوا والله ما خدناش بالنا، احنا كنا فاكرين ان احنا بنعمل فن. طب عايز اعرف حاجه، يعني في حاجات هي الواحد ما يعرفش يقولها، انما يعني هل ده فن؟ ما هو برضو القضاء قال طبعا ان هو مش فن، بس تعالوا نتكلم مع الجماعة اللي بيفهموا في الفن والطرب والغناء، ونعرف او نحاول ان احنا نقترب من هذه المشكلة. برحب بالموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر معايا على الهواء مباشرة في اخر النهار. مساء الخير وشكرا ليك على المشاركة معنا استاذ حلمي. مش يا فندم قوي، انا سعيد جدا جدا بشارك مع حضرتك، لان كلنا قلبنا على هذه البلد. ليه؟ لان الفن ده هو مرايه المجتمع طبعا، فاذا كانت المرايه بتنقر ما ياخدش المجتمع يبقى ما تبقاش مرايه، تبقى فضيحه. ولذلك الحكم اللي اخذته ارجو ان هو حتى لو كان هناك استئناف يزيد مش يقل، لان كل حاجه اتى بهذا الفيديو حقيقي مش تاخدش الحياء العام، دي تدمر الحياء العام، وفي اطفال وفي بيوت. وبعدين حاجه غريبه جدا ان يقول لك ايه، والله ده عامله مشاهده. الله، هي الفضائح بتلاقيها مشاهده ولا ايه؟ الفضائح طبعا ليها مشاهده يا استاذ حلمي، طبعا ليها مشاهده اكيد، ما ليها مشاهده، انما الاستنكار شيء، وان انا اجري ورا الشيء واستهبل يعني في حاجه كتيره جدا جدا. وعلى المجتمع بتاعنا كمان ان يتخذ ويوقظ ولاده من الضياع. قدام البنت دي قبل كده جت وجد تقول لي انا بغني مع ناس، فبقول لها غني، فقامت رقصت، قلت لها اتفضلي بره بره، اتفضلي بره. ليه؟ لان النماذج دي بدا من السكات عليها تكتر، وبقت حاجه ثقيله جدا جدا جدا. يعني هي جايه تغني ولا جايه ترقص؟ انا فوجئت، جايبها منتج وجاي. قلت لها يا بنت غني، اولا وهي بتتكلم صوتها ملوش علاقه بالغنى، وهي بتتكلم مش لازم كمان تغني. وفجاه لقيتها قامت بترقص، قلت له اتفضلي بره، قلت له خدها واطلع بره. ليه؟ لان خلاص لو عدعان الامرين من الطرق الملتويه في الغناء، مره مخدرات، مره بانجو، مره واحده بتعمل ايحاءات جنسيه، ايه؟ احنا رايحين فين؟ طب ومين المسؤول من وجهه نظرك استاذ حلمي بكر ان الموضوع ده بقى خلاص بقى كل شويه نسمع عن سيب ايدي مش عارف ايه، يعني خلاص بقى زي المسؤول بقى منتشر؟ المسؤول يا فندم المصنفات زي ما بتقرا النص بتاع الفيلم وبعدين بتعمل مشاهده للفيلم، ايضا النص للاغنيه يقرا باتفاق مع نخبط الموسيقيين. المصنفات لوحديها لا، مع نخبط الموسيقيين، ونشوف البنت ديت هل هي نقابيه نمره واحد، نمره اتنين بتغني بتصريح، وده ده ده وده التشدد هنا بالذات في التصاريح. نمرة ثلاثة ان النقابة مع المصنفات بيشوفوا العمل بعد ان تم انجازه هل يرقى الى مستوى ان هو يعرض على الناس في البيوت،
ده الناس في البيوت دي كمان لا حول لهم ولا قوة. قول لي الفيلم هروح السينما مش هخش، همنع ولادي، انما البيت تقطعها ملاقي بيتي بحاجات تأتي بيها رزيلة وسفلة. وبعدين تقول لي غنى، اي غنى ده؟ طب استاذ حلمي، واضح من كلام حضرتك انك مع تشديد الاجراءات العقابية، انما ممكن حد يقول لحضرتك ان المسألة مش مسألة في تغليظ عقوبة، لانه كده ولا كده دلوقتي بقى عندك انترنت، اللي مش هيطلع لك في التلفزيون هيطلع لك على الاونلاين. طب افرض ان احنا يعني اصل المصنفات وتشديد الرقابة ما جابتش نتيجة ولا ايه؟ لا لا هقول لك حاجة، النقابة تملك ان اي انسان يدخل العمل الفني اولا بلا تصريح او عضوية نقابة من حقه يبلغ النيابة وياخد عقوبة السجن. ده القانون ده موجود في النقابة. فدي غنت ازاي والعمل اداله تصريح ان هو يتعرض ازاي ونزل على قنوات بعيدة عن اليوتيوب ازاي؟ وساعات احنا بنتحايل نقول يا دي الفضيحة، شوف ايه اللي حصل، خده، ويفرجوا الناس على السفالة اللي بتتعمل. لا، التحايل برضو عليه عقوبة. التحايل عليه عقوبة. طب هل انت يعني مع استاذ حلمي انه من يظن انه بيقدم عمل فني، انا بتكلم وبختار العبارة بدقة شوية، من يظن انه بيقدم عمل فني انه ينتهي به الامر الى انه يبقى خلف القضبان؟ عايز اقول ما هو الفن اولا ابداع، كلمة فن يعني ابداع. ما هو الابداع؟ ابداع في ايه؟ يعني لما نيجي في الفنون، فن الغناء، فن السينما، فن المسرح، فن الاستعراضات، كل هذه الفنون استطيع ان انا العب فيها بوجهين، وجه يرقى بالذوق العام ووجه يتدنى بالذوق العام. التدني بالذوق العام ده عقوبة. الله، هو يعني كل شيء. طب الرسام في المرسم بيرسم بنت عريانة واقفة قدامه، لما بيخرج من المرسم لا بيعرفه ولا تعرفه. ليه؟ لان هناك انواع من الفنون بتحتاج تشريح. انما في فن الغناء اشرح ايه؟ ما هو حاجة من اتنين، يا الكلمة الواضحة، يا الصوت الذي يوحي بالموبقات، يا الفن اللي هو بنتوارى به او بنعمل له خلفيات. ولما تيجي تسأل انسان يقول لك ما هو فن. يعني ايه فن يا جماعة؟ الفن ابداع، والابداع شيء يرقى لان ربنا هو بيحط في كل وعاء الابداع، سواء كان دكتور، جراح، مبدع، مهندس، مبدع. فالابداع ان ترقى وتاتي طبعاً بما لا يستطيع غيرك ان ياتي به. هو موضوع كبير وموضوع مهم جدا، اعتقد ان هو يعني المجال مش كافي في العجاله دي ان احنا نتكلم فيه، ربما يبقى لنا لقاءات بعد اذنك ان شاء الله في حوار قريب. وانا بشكر حضرتك جدا على يعني قبولك الدعوه والمشاركه التليفونيه في هذا البرنامج، برنامج اخر النهار. شكرا للموسيقار حلمي بكر على هذا الاتصال الهاتفي، الف شكر.